صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 24 لسنه 2021 بتعيين مديرين في المستشفيات الحكوميه جاء فيه. يعين في المستشفيات الحكوميه كل من الدكتوره نور رياض علي ضيف مديرا لاداره العمليات والخدمات. السيد عبد الله ناصر سلطان السويدي مديرا لاداره الموارد البشريه.